جديدا برنامجكم الحوار السياسي. إذا الأحداث الدولية في تصعيد، يعني عقب عملية الاغتيال الأخيرة اللي نفذتها الولايات المتحدة والتي استهدفت يعني شخصيتين، الأولى اللي هو قاسم سليماني رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري، وأيضا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. هناك الآن ردود أيضا فئة إيرانية بأنه سيكون هناك انتقام على هذا الإجراء. كان هناك أيضا زيارة لوزير الخارجية القطري إلى إيران، وأيضا تم مقابلة نظير وزير الخارجية ظريف وأيضا الرئيس روحاني. هناك دعوات اليوم لتغليب يعني لغة العقل والتهدئة وعدم جر الأمور إلى التصعيد. الآن السؤال، ردة الفعل كيف ستكون؟ هل ستتعدى يعني ردود فعل تحفظ ماء الوجه، أو ستكون ردود أخرى لها ردات فعل أيضا من الجانب الأمريكي؟ على الصعيد المحلي ايضا كانت هناك مطالبات من بعض الشخصيات بتاجيل الاستجواب. النائب عادل الدمخي ايضا رد بانه مستمر في هذا الاستجواب. كان هناك ايضا مسجلات بين النواب على خلفيه الاحداث الاخيره. ارحب بضيفي في الجزء الاول في الجزء من الكامل من هذه الحلقه، عضو مجلس الامه الاسبق الدكتور حسن جور. حياك الله دكتور. الله يحييك، سلمك. سعيد جدا اليوم ان استضيفك، يعني وخاصه احنا كان هناك تنسيق ان نتكلم في البدايه في الشان المحلي ثم نلجا الى الشان الاقليمي، ولكن نظرا للاحداث الاخيره اعتقد الاحداث هي تفرض نفسها. بداية دكتور، تصعيد يعني كدكتور علوم سياسية، كيف تقرأ الأحداث اليوم في الساحة السياسية، وتتوقع اليوم بأنه سيكون هناك تصعيد أكبر ولا لا؟ يعني بداية أنا دائما كنت متفائل بأن الأجواء الساخنة في منطقة الخليج لا تتعدى يعني حدود معينة، تظل في إطار التسخين السياسي، ممكن تكون بعض المناوشات المحدودة، وإن كنت أحط يعني احتمال كبير بأن شخصية مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأتي بمفاجآت، وهو قد أتى بمفاجأة من الحجم الثقيل. فبالتالي يعني لازلت أراهن إلى حد معين على قضية ضبط النفس وعلى التفاهمات اللي موجودة بين الدول بغض النظر عن الحالة الإعلامية أو التصريحات الإعلامية الرسمية، إضافة إلى ما يعرف باللغة الاستراتيجية بقواعد الاشتباك. لا الولايات المتحدة في نظري ولا إيران اللي هم المعنيين بهذا الأمر عندهم الرغبة الحقيقية أو أن ضمن أولوياتهم على الأقل في هذه المرحلة الدخول في مواجهة عسكرية، لأن أي مواجهة عسكرية ممكن أن تكون خارج نطاق السيطرة، وبالتالي يعني يكون لها امتداد كبير وواسع، خصوصا في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي والمشهد الدولي ككل. ولكن هذه الحادثة يعني فتحت أبواب. الآن ما مدى هذه الأبواب؟ هذه يعتمد على الرد الإيراني أمانة. الإيرانيين تعهدوا. خلا بس أنا أقول قبل الرد الإيراني، أن اليوم داخل الولايات المتحدة هناك الأمر ما بين يعني تهليل جمهوري وتأييد للرئيس ترامب على خطوته هذه، وانتقادات ديمقراطيين. يعني إذا جينا على المرشح للرئاسة جو بايدن اللي كان نائب الرئيس في عهد أوباما، تكلم أن ترامب يعني وضع إصبع ديناميت على الزيت في مثل هذا الإجراء. رئيسة مجلس النواب أيضا نانسي بيلوسي تحدثت أن هذا تصعيد خطير أو تهديد بإثارة مزيد من التصعيد الخطير للعنف. الرئيس الأمريكي في وجهة نظر أنه قيام في هذه العملية، في تصريح يوم أمس بأنه قام بهذه العملية لوقف الحرب وليس لبدء حرب. تعتقد انه وقف حرب بهذه العمليه؟ لا بالتاكيد يعني. وبعدين القضيه يعني في الداخل الامريكي الان، داخل الامريكي داخل ممزق، داخل منقسم انقسام شديد وحاد، ووصل الى يعني كل يعني انماط وزوايا التعقيد واللا رجعه. فبالتالي هي القضيه في النهايه قضيه انتخابيه بحته. يعني العمليه هذه قضيه انتخابيه؟ نعم نعم، عمليه انتخابيه. وانا اقول يعني من وجهه نظري ليش؟ أوكي. الرئيس ترامب عنده تغريدة كانت موجهة ضد الرئيس أوباما في 2013، في 2013 بأن يتهم أوباما بأن أنت سوف تفتح الحرب مع إيران تحديدا من أجل إعادة انتخابك. نعم. وطبعا هو تعهد في حملته الانتخابية وحتى في الفترة الأخيرة ليه تقريبا الأسبوع الماضي دائما يقول بأن لا أريد الخوض في حروب وغيره من هذه يعني التصعيد العسكري المباشر، ودعوته إلى اعتبار أمريكا أولا والاهتمام بالشأن الأمريكي والاهتمام بالجانب الاقتصادي. هذه كانت دعوته دائما، ولكن يأتي ببعض خلينا نقول بالونات الاختبار. بس هذه بالونة نعم. الان في هذه القضيه تحديدا
إذا نرى المشهد الأمريكي، المشهد الأمريكي منقسم انقسام حاد، ليس الآن وإنما مع بداية انتخابات الرئاسة الأمريكية اللي فاز فيها ترامب، ولا زال هذا التصعيد مستمر. زاد التصعيد بعد الانتخابات التكميلية وسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، واليوم ما نراه من يعني احتمالات استجواب الرئيس أو محاكمة الرئيس في مجلس الشيوخ. مجلس النواب أنهى هذا الدور، والكل يدري بأن مجلس الشيوخ الأمريكي باعتباره في غالب جمهورية لن يعني يعزل الرئيس. فبالتالي الحرب بدأت حرب انتخابية، وكل ما يصب في هذا المجال نعم انتخابات. لكن إجراء، بس أكمل لك الجزئية هذه. طبعا الديمقراطيين اللي يعرف سلوك الناخب الأمريكي، الشعب الأمريكي ككل، الشعب الأمريكي عادة يحب القوي ويحب أن تكون أمريكا قوية، وخاصة فيما يتعلق بالضربات العسكرية، ولكن لا يحبذ أن تكون هناك مجازفات عسكرية تأتي بخسائر في الأرواح الأمريكية. أنا أتوقع بأن الديمقراطيين اليوم على الرغم من اعتراضاتهم، إلا أن داخليا قد يدفعون ترامب أكثر للدخول في حرب، وبالتالي وصول خسائر في الأرواح الأمريكية، لأن هذا اللي راح يشجعهم، وهذا اللي يقولون ترى نبهناكم بأن ترامب يعني راح يقتل. الديمقراطيين يشجعون الرئيس ترامب لخوض الحرب. نعم، ولذلك قضية الديناميت وقضية الدخول في مخاطرة والدخول في الحرب، هذه كلها يعني من الأدوات اللي قد تشجع ترامب على الدخول أكثر وأكثر في مثل هذه المواجهة. طبعا ترامب بالنسبة له مو خسران شيء. الشغلة الوحيدة اللي تعهد انه ما راح يدخل حرب، فالديمقراطيين يبون يعني يقولوا له بان انت خرقت هذه التعهدات على الرغم من ان وتناقضت مع تصريحاتك. الديمقراطيين ومع يطالبون دكتور بان لا يتخذ اجراء دون الرجوع للكونغرس. اي فما تعتقد ان حاله العداء مع ايران حاله ثابته في الولايات المتحده بغض النظر عن الحزبين، ولكن الادوات تختلف. الادوات تختلف. الديمقراطيين يبون الان يكون الكلمه النهائيه لهم في الكونغرس، ولهذا ولهم محقين في ذلك، لان كثير من قرار الحرب، قرار حتى الاغتيالات السياسيه اللي منعها الكونغرس الامريكي منذ الثمانينات، انه ما في اغتيالات بتوجهات فرديه الا من خلال موافقه الكونغرس. اليوم هذه ترامب قاعد يخلق سوابق جديده خارج اطار الدستور وخارج اطار القوانين الامريكيه، فبالتالي يتصيدون للديمقراطيين في هذا المجال. لكن اجراء كلمته بانه هو اوقف حرب بعملية الاختيار. لا، بالتأكيد يعني من يراهن على هذه الكلمة، وترامب ترى عادة عند هذه الذبة يبدأ بتصعيد ثم يتراجع عنه فجأة ويقول بأن هو ضد الحرب. أوكي، الآن الوضع الآن داخل الجمهورية في إيران، التصريحات المجلس الأعلى الأمن القومي بأن سيكون هناك رد قاسي وسيشمل يعني المنطقة بأسرها، ما راح يكون فقط يعني رد في مكان واحد. الآن شكل الرد الإيراني شنو متوقع؟ هل مجرد رد لحفظ ماء الوجه؟ يعني هذا اللي الكل يترقبه الآن. صعب جدا. طبعا الإيرانيين خسروا خسارة كبيرة يعني في مقتل سليماني اللي يعتبر رمزية، أولا ثورية ورمزية عسكرية ورمزية ميدانية وانتشار واسع في الإقليم. طبعا هذه خسارة كبيرة بالنسبة لهم، والإيرانيين أيضا تعهدوا بردود قوية وكبيرة وصادمة. توقعك يعني لذلك يجب أن يعني ننتظر ونرى الرد الفعل الإيراني. أنا أتوقع على الرغم من كل هذه التصريحات القوية اللي قد تكون متناسبة مع حجم الحدث بالنسبة للإيرانيين، ولكن يبقى أيضا الإيرانيين يفهمون قواعد اللعبة السياسية، يفهمون قواعد الاشتباك، يفهمون معنى التصعيد، يعني يفهمون شنو معنى أن الحرب تطلع خارج السيطرة. هذه الأمور موجودة لدى الجانبين، يعني سواء كان في الجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي كما ذكرت. فالكل يدري عن مقدرات القوة عند الطرف الآخر، يعني الإيرانيين يدرون القوة الأمريكية، والأمريكان أيضا يدرون أن القوة الإيرانية ومواقع قوتها ومواقع تأثيرها يعني في الإقليم. فبالتالي فاهمين بعض. التصعيد يمكن اليوم خرج عن دائرة السيطرة سياسيا، ولكن ميدانيا الأمور
قد تحمل مفاجآت، قد يكون يعني رد فعل متفق عليه، قد يكون ردة فعل أمريكا تمتصه مثل ما امتصت مثلا صدمة إسقاط الطائرة الدرون في لكن السماء، ما تعتقد شنو ولكن لا ممكن يمكن شكل الرد؟ التكهن يعني بشكل كبير. اذا بتي على الشخصيه، يعني الان هي ليست مثلا طائره درون في طائره بدون طيار، هناك شخصيه قد تكون الشخصيه الثانيه في ايران تم تصفيتها، شنو شكل الرد اللي قد يتناسب مع هذا الحدث؟ يعني هذا الكل، يعني حتى المحللين السياسيين حتى في داخل الولايات المتحدة على مستوى العالم يتوقعون رد، ولكن لا أحد يستطيع أن يجزم، لأن أي رد قادم ستكون له تداعيات أيضا في المقابل في الجانب الأمريكي. فبالتالي يعني طبيعة الرد وردود الفعل على هذا الرد الإيراني يعني ما حد يقدر يتكهن فيه. اوكي، السناتور ساندرز هو ايضا كان مرشح هنا. انت احنا عندنا امام احتمالين، يعني اما التصعيد الشامل والدخول في مواجهه عسكريه شامله بين ايران والولايات المتحده، وهذا ما يعني بان الاقليم ككل راح يلتهب، وايضا تدخل القوى العظمى الاخرى في هذا الموضوع سواء كان من جانب الاوروبي حلفاء امريكا او كان من جانب الروسي. يعني الكل يدري بان اي يعني حرب بمعنى الحرب الشامله في المنطقه لا يستطيع ان يتحملها احد. فبالتالي يمكن بدات الجهود الدبلوماسيه حتى من دول الخليج، يعني اليوم لما نشوف النظر القطري، وزير خارجية لما نشوف القطري، الدعوه الاماراتيه الى تهدئه، لما نشوف الخطاب السعودي الان اللي ملتزم جانب الحيادي، يعني هذه كلها ادراك لخطوره الوضع القائم والعمل على يعني توجيهها في اطار يكون يعني في اقل الخسائر الممكنه، او ان منع اي سيناريو كبير. اوكي، انا اقول لك يتم ايضا السيطره عليه. ساندرز اللي كان يعني ايضا مرشح في الانتخابات الرئاسيه السابقه قال اليوم انه انضممت الى سيناتور كين لتقديم مشروع يمنع ترامب من بدء حرب مع ايران من تلقاء نفسه. حتى تعتقد داخل الولايات المتحده الامريكيه هناك محاولات ان تمنع ترامب من ان يكون قرار فردي في اتخاذه للرد على العمليه اللي قد تكون من الجانب الايراني؟ ولذلك يعني انا اقول لك هذا خلاف الديمقراطيين الجمهوريين داخل البيت الابيض، داخل واشنطن بشكل عام، لا 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 يعني يرغبون في ان ترامب ياخذ الكريدت وبالتالي يطلع بطل قومي من جديد. يبون ان القرارات الرئيسيه، قرارات السياديه تكون منبعها الكونغرس الامريكي وليس تصرفات الرئيس فرديا، لان الرئيس ترامب منذ مجيئه عمل سوابق قاعد يعني يتخذ قرارات كرئيس بدون الرجوع الى الكونغرس، وهذا ما لا ترضى فيه المؤسسات العميقه في الولايات المتحده، وطبعا فما بالك لما يكون شخصيه الرئيس شخصيه يعني في حاله صدام سياسي وحاله صدام يعني على مستوى الدوله ككل مع الديمقراطيين. فبالتاكيد كل جانب يحاول ان يكسب النقاط السياسيه تمهيدا للانتخابات القادمه. اوكي، الضربه نفذت في داخل الاراضي العراقيه وسبقتها يعني كانت محاولات، كانت هناك يعني في البدايه كانت مظاهرات امام القنصليه الايرانيه في البصره، بعدها انتقل بعد قصف الحشد الشعبي انتقلت المظاهرات الى امام السفاره الامريكيه، وبعدها تمت عمليه الاغتيال الامريكيه. تعتقد ان اليوم وضع العراق ووضع القوات الاجنبيه داخل العراق راح يتغير، خاصه راح ينعكس سلبا على الولايات المتحده، وراح يستمر الوضع كما هو عليه؟ طبعا العراق مثل ما الكل يدري يعني العراق حاله معقده وحاله متداخله وحاله فيها التنوع الكبير، وكذلك المواقف السياسيه مستقطبه استقطاب كبير. يمكن الحاله اللي صارت قبل فتره في خروج مظاهرات مطلبيه تطالب باصلاحات وبما في ذلك يعني اسقاط الحكومه وانتخابات جديده، يعني هذا كان الطرح، ولكن الاحداث هذه المتسارعه بدات تغير في المشهد العراقي تدريجيا في ظل وجود نفس الحكومه. يعني اليوم الكل يترقب جلسه مجلس النواب الخاصه بقضيه اصدار قانون او تشريع لإنهاء الوجود الأمريكي، إنهاء الوجود الأجنبي ككل في العراق، وطبعا هو المستهدف في الولايات المتحدة. ينجح هذا؟ خصوصا يعني اليوم الوضع في العراق، يعني يمكن شفنا احنا ردود الفعل وحتى في قضية التشييع، يعني ردت القواعد اللي كان مغضوب عليها شعبيا ردت مرة أخرى تكسب المشهد السياسي. العاطفة اليوم تلعب دور كبير يعني في حياة الشعوب، فاليوم المظاهرات الكبيرة والمسيرات الكبيرة في ظل هذه الأجواء، مجلس النواب يبي يجتمع، فبالتالي راح يكون أمام ضغط كبير
من أجل إقرار مثل هذا التشريع، وهذا التشريع في النهاية يعني يعطي حق السيادة للعراق، وفي نفس الوقت يحاول أن يجنب أي نوع من أن تكون العراق هي مؤثرة في صراعات. سينجح التيار هذا في إبعاد القوات الأجنبية وتحديدا الأمريكية عن العراق؟ يعني جرت العادة أن في مثل هذه الظروف يعني كثير من النواب لا يحضرون جلسة حتى لا يصير نصاب، ولكن إذا صار في نصاب أنا أفتكر يكون من الحرج الكبير على النواب أن لا يصوتوا في اتجاه هذا القانون. السؤال مو هذا، السؤال أن المشهد راح يكون لمزيد من التعقيد في حالة لو أن مجلس النواب ينعقد، لو أن يصدر تشريع من هذا القبيل، هل الولايات المتحدة سوف تتقيد بهذا التشريع؟ فهنا يكون امام يعني نكون امام يعني حاله جديده ايضا فيها ارتباك، فيها وجود اجنبي غير قانوني، وبالتالي هل ترد مره اخرى قضيه مواجهه القوات الامريكيه من داخل العراق؟ فبالتالي المشهد يكون اكثر تعقيدا. في تخوف اليوم، تساؤلات خليجيه من ان القواعد الامريكيه الموجوده في المنطقه موجوده في دول الخليج، هل من الممكن يتم استهدافها كرد فعل؟ يعني هذا قاعد أقول لك يعتمد على السيناريو المرتقب من الجانب الإيراني. الجانب الإيراني مهما يكون أنا ما أفتكر يعني إن لا العقلية الإيرانية ولا أي عقلية منطقية ولا عقلية استخباراتية أو عسكرية أو استراتيجية تقبل بأن تكون هناك أجواء من الحرب المفتوحة، ولكن إذا صارت الحرب المفتوحة لا سمح الله فكل الاحتمالات عنده. إذا شنو دورنا اليوم؟ احنا شنو دورنا دول الخليج؟ لنا دور ام احنا مالنا؟ اوكي، يعني انا اشوف دور دول الخليج في نقطتين مهمتين يمكن بداتها بعض الدول. الكويت لحد الان يعني انا على الاقل ما شفت يعني اي موقف واضح في هذا المجال. الدعوه الى التهدئه بدات، يعني الحملات الدبلوماسيه او المكوكيه تعمل دورها. يمكن دخلت سلطه عمان اول دوله على الخط، تلتها قطر. اليوم في رسائل تهدئه او دعوه الى تهدئه من جانب الامارات، فاتوقع يعني ان يكون في جهد دبلوماسي سريع، لان يمكن مره اخرى لا استطيع ان اتنبأ يعني بشكل كبير، يمكن الايرانيين اذا بيتخذون اي موقف ما راح يكون بهذه السرعه يعني خلال ساعات، خاصه يمكن عندهم بعد مراسم التشييع اللي راح تصير تاخذ لها يومين او اكثر. فافتكر هذه فرصه ان الجهد الدبلوماسي يتكثف بين منطقة الخليج وبين ايران وحتى مع الولايات المتحدة، اولا لاحتواء ما يمكن احتوائه. النقطة الثانية ان دول الخليج ما هو الدور الممكن لها؟ بالتأكيد يعني اذا قرار امريكي يبقى هني دور الخليجي دور هامشي، ممكن يكون دور صعب التأثير نسبيا او يعني بشكل جزئي لتطويق الأزمة، ولكن بالنهاية إذا الأمريكان يتخذون موقف ما يهم أي أحد، أو حتى الإيرانيين يتفقون يتخذون موقف ما يهم أي أحد، ولكن هذا لا يعني أن تكون دول الخليج سلبية أو أن ما تتحرك، يجب عليها التحرك. هذا بالمرحلة الأولى. المرحلة الثانية يعني يتطلب الوضع أن نكون إحنا سواء في الكويت أو في كل دول الخليج كيفية المحافظة على الجبهة الداخلية. طبعا الجبهة الداخلية مهمة جدا في كل الأحوال، ولكن في أوقات التوتر تكون مسألة يعني ملحة أكثر، ومطلب يكون عام. إن تحسبا يعني لأي طارئ لا سمح الله أن تكون جبهتنا جبهة واحدة. اليوم دكتور قاعد يصير صار في خلاف، يعني حتى اليوم ما تشوف تصريحات النواب الحديث عن الجبهة الداخلية، وخاصة الخلاف اليوم من بعض يتكلم ان قضية ابو مهدي المهندس، ان البعض يقول لك انه كان مشارك في عملية اغتيال صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد، وبالتالي البعض كان بعض اللي يعني يترحم عليه، والبعض يعني يبدو العزاء، والبعض الاخر كان ساخط، بالعكس كان قاعد واصل لمرحلة الشتم ورافض. وجهة نظرك؟ يعني احنا في قضية وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا وسائل التواصل الاجتماعي مهمة جدا، فيها نقل كبير للاخبار، فيها تعبير عن الرأي، وهذا شيء طبيعي يعني في أي قضية خلافية أو أي قضية يعني حتى عادية يكون لها مؤيدين ومعارضين، وهذا حتى داخل الولايات المتحدة مثل ما قلنا. يعني اليوم الولايات المتحدة في من يشجع ترامب على هذا الموقف ويهنيه، وفي أيضا مظاهرات يعني
طلعت بعض المظاهرات في أمريكا أو تحركات الكونغرس ضد هذا القرار. فحتى في الداخل الأمريكي قضية خلافية وقضية يحاولون الساسة استغلالها لمكاسب انتخابية. فبالتأكيد احنا من باب أولى أيضا تستغل هذه لا بس القضايا لقضايا دور ابو مهدي انتخابية. المهندس تحديدا نعم، يعني. في بعض الأدوار، ويمكن احنا هذه مو أول مرة تصير عندنا في الكويت. احنا عندنا ملفات ما قبل الغزو، عندنا كانت حالات صادمة مؤثرة على الواقع الكويتي راحت فيها ضحايا، وأيضا كان في استهداف لموكب سمو الأمير رمز الدولة. أنا هني أحمل المسؤولية الأولى والأخيرة على عاتق الحكومة. ليش؟ يجب أن يكون لها موقف رسمي وواضح من؟ من أي الأحداث هذه. هذه الأحداث يفترض أن تكون موثقة، ويفترض أن تكون فيها إجراءات واضحة، والأسماء أسماء أعداء الكويت يعني تكون اسماء مشخصة مثلا اللي وواضحة. شاركوا في اغتيال صاحب السمو مثلا نعم، في شيخ جابر. وفي أي قضية من القضايا اللي مست الكويتيين ومست السيادة الكويتية وراحت فيها ضحايا الكويت أو صار اعتداء على الكويت بأي شكل من بس الأشكال، في يجب اشخاص أن تكون بس في هذه اشخاص الأشياء تم واضحة. في اشخاص تم اتهامهم. أوكي، إلى في اتهامات الآن على الأقل يجب على الحكومة إما تنفي أو تثبت حتى تضع يعني حد لمثل هذا يعني الجدل. ابو مهدي طبعا المهندس في هذا لقاء لا مثلا في يعني، نعم هذا لا يعني بأن أنت تقدر تسيطر على عواطف الناس وعلى ما يبدون من آراء ومن مظاهر إما اوكي. الان تأييد لهذا الصحافه الجانب على أو مستوى الصحافه لهذا مثلا الجانب. صحيفه القبس تبرز ان هناك دور لكان ابو مهدي المهندس في عمليه الاغتيال، لقاءه هو ابو مهدي المهندس في جريده الراي قال انا ما كنت في الكويت مثلا في وقت دين هذه يعني اذا الحادثه. عندنا احنا اليوم شلون اراء نمشي كذي، على الحالتين هذه مثلا؟ هذه الربكه اللي تصير، يعني هذه الربكه اللي تصير اذا حتى صحافتنا مختلفه وحتى في تشخيصها مختلف. يجب ان تكون هناك مرجعيه ثابته ورسميه هي الحكومه، والموقف الحكومي يكون موقف ثابت. من اراد يعني ان الحكومة يلتزم ملامة فيه، اليوم في عدم اتخاذ من موقف. زمان الحكومه ملامه في هذه القضايا، اوكي. يجب ان يكون موقفها ثابت وواضح. وما عندنا اي مشكله، يعني اكثر من الدول اللي دخلت في حاله عداء وحروب وبعد 30 40 سنة تم توثيق هذه واعترفت بأخطائها، وجهت اعتذارات الطرف المعتدي، وجه اعتذار الطرف الآخر. ولو أن أنا علي قاعد أقول لك هذه الأمور قد لا تسيطر على حالة انفعال الناس وإبداء رأيهم سواء بالجانب الإيجابي بالجانب السلبي. نعم، نحن ندعو إلى التهدئة، ندعو إلى الجبهة الداخلية، عدم التصعيد، عدم التكسب، ولكن هناك من يريد أن يتكسب على مثل هذه فيها القضايا تكسب. مع الأسف الشديد. بالتأكيد يعني أنا اليوم ما ألوم مغرد سامع وجهة نظر قلبه محروق من فعل يبدي رأي بالسلب أو الإيجاب، ولكن دخول بعض الشخصيات السياسية والنواب على وجه التحديد مع كامل احترامي هذا بالنهاية يضر رأي لهم، ولكن معنى أن النائب يقحم نفسه في هذه الأمور سلبا أو إيجابا بطبيعة الحال. احنا عندنا اليوم يعني سنة انتخابات، وبالتالي التكسب على هذه القضايا بس قضية دكتور اليوم السياسة الخارجية الكويتية تحديدا يعني خاصة في المرحلة الأخيرة كيف تقيمها اليوم؟ شوف لا نزالنا متوازنين أم بدينا لا السياسة نعم بعد يعني احنا على إعادة الرغم دراسة يعني يعني. انا واحد من الناس يعني يمكن كثير النقد لسياسات الحكومة وتوجهاتها وغياب اجندتها ومحاربتها لنواحي القصور والفساد، ولكن يبقى في السياسة الخارجية يعني هناك دور مهم في الخارجية الكويتية والدبلوماسية الكويتية، انها دبلوماسية متوازنة، دبلوماسية حكيمة، دبلوماسية تعمل على يعني مصلحة الكويت وعدم يعني إيقاع الكويت في أي يعني انحراف قد يضر بالمصلحة العليا. فهناك في توازن، في توازن السياسة الخارجية نعم الكويتية في توازن، وهذا التوازن يعني يفترض أنه يسود ويتعمق أكثر وأكثر، وخاصة يعني أنه هو استمرارية لإرث طويل من هذا العمل. فلا يمكن يعني أن نجازف بأي شكل من الأشكال أن نحرف هذا التوجه عن مساره. اوكي دكتور قبل الاحداث هذه كان في هناك مظاهرات يعني في سواء في العراق او في لبنان ايضا، وهذه المظاهرات يعني خرجت لامور البعض يقول لهم امور مطلبيه حياتيه. نعم. البعض يراها ان امور هي مظاهرات مستحقه، البعض يقول لك لا ان هذه حرفت عن مسارها نتيجه لتدخلات دوليه واقليميه. وجهه نظرك كيف اليوم نميز ما بين ثوره قد تكون مستحقه وكيف يتم اختطافها وكيف يتم محاربه هذا الاختطاف؟
شوفوا، هو في أي حدث يعني الطرف المؤيد للحدث يعبر أن هذا مطلب شعبي وهذا ذاتي ووطني ونابع من الجذور الشعبية، والطرف المناهض لا يحاول أن يلبسه يعني أي تهمة خارجية، لأن من السهولة بمكان أن تكون يعني قابلة للنقد والضرب والاحتواء. ما جرى في العراق ولبنان يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن إحنا نبرئ ساحة السلطة السياسية منها. يعني أنا ما ألوم يعني شعب قعد 17 سنة لحد الآن أبسط الخدمات ما عنده، قضية الفساد منتشر، قضية المحاصصة موجودة، سواء كانت في التجربة اللبنانية وكانت في التجربة العراقية، وسبق ذلك التجربة السودانية، وسبق ذلك شمال أفريقيا وفي مصر وفي في في تونس، كثير من الدول العربية شهدت هذا النوع من تستغل الحرار. هذه الثورات الآن تستغل، هذه بالتأكيد يعني تستغل من بعض الأطراف. كيف أن نعرف هذه المطالب مشروعة أو غير مشروعة؟ طبعا هذا سؤال مهم وفي نفس الوقت حساس. يعني لو كانت المطالب الشعبية عندها أجندة سواء بأسماء رموز مثل ما صار في السودان، نعم. السودان الحراك الشعبي فرض أسماء شخصيات وأجبر السلطة الانتقالية أو المجلس الانتقالي العسكري أن يعينهم في السلطة، وتم الاستجابة لهم والآن الوضع مستقر. تكون مظاهرات، طبعا المظاهرات الناس العوام إما تعاطفا إما أن هو أيضا يعني متضرر من الوضع السائد يشوف له حل، ولكن القيادات الميدانية في الحراك يجب أن تكون رموز مستقبلية، يجب أن تكون عندهم آراء وعندهم أفكار وعندهم حلول للمشاكل، وبما في ذلك ترشيح رموز لأن تتولى يعني زمام الأمور إما بالمشاركة أو تغيير شامل أو أي يعني كانت أي سيناريو من السيناريو. الآن دكتور اليوم إحنا في الكويت على المستوى المحلي وسط هذه الأحداث، يعني كيف تقرأ الساحة السياسية المحلية؟ يعني تشوف إحنا في مرحلة استقرار أم هدوء ما قبل العاصفة؟ أنا ما أعتبر لا استقرار ولا هدوء، أنا أعتبر الوضع الراهن هو وضع ثبات سياسي بالنسبة لكثير من التيارات والقوى السياسية والشخصيات حتى السياسية الكبيرة. الآن سبب ذلك حتى من الناحية الشعبية يعني في خمول، هل هو حالة يأس، هل هو حالة استسلام، هل في هو خمول حالة شعبي؟ نعم، يعني لفترة طويلة يعني ما في أي نوع من التحرك، ما في أي نوع من يعني المبادرات أو التحركات الحقيقية يعني إعادة التفكير في المشهد أو حالة يعني التفكير بصوت عالي أو إعلان ما تكن النفوس من حالة الضجر والملل اللي موجودة. فبالتالي أنا أعتبرها حالة ثبات واستفراد السلطة في الحكم وإدارة شؤون يعني الدولة بكل مفاصلها وبكل أشكالها ومستوياتها، وهذا اللي صار يعني استسلام من قبل السلطة التشريعية، استسلام كامل من قبل القوى السياسية. قوى السياسية اليوم استسلمت تشوفه؟ تماما يعني تماما، وأكبر دليل على ذلك علي القوى السياسية اليوم إذا تدخل في أي معقل من معاقل القوى السياسية راح تشوف القواعد الشبابية بالذات، أنا أقول لك عندها حالة من الصدمة بالنسبة لهذه الرموز، وكثير منهم راح يتركون حتى أو أعلنوا أن راح يتركون مثل هذه الرموز اللي الآن في المجلس أو المرشحين ويدورون مرشحين آخرين، لأن يأسوا منهم وانصدموا في مواقفهم أنها ما تلبي حاجاتهم ولا طموحاتهم. أوكي، الآن السؤال، أنت دكتور قمتوا في حملة يعني مجموعة نعم. من النواب مع نائب السابق صالح الملا ونائب السابق أحمد شريعان، وشارككم أيضا بعض في حملة بس مسخت اليوم. السؤال يعني احنا الحملة هذه شو اللي جنينا منها؟ حركت المياه الراكدة ولا لا؟ يعني اولا نشوف هذه الحالة اللي توا اقول لك عنها، يعني البلد في حالة من الشلل السياسي طبعا التراكمات كلها على بعض النتيجة نعم حالة من السخط، حالة من اليأس، حالة من التعبير ولو بشكل خجول من خلال بعض وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الدواوين، ولكن كتعبير وإخراج ما في النفوس إلى الخارج، يعني هذه كانت حالة تقريبا منعدمة
في الكويت لسنوات طويلة. الآن ما نبي نخوض في أسبابها، التجارب السابقة، ولكن يبقى الضمير الكويتي ضمير حي، يبقى هناك الاستعداد والرغبة والغيرة الكويتية اللي دائما موجودة، ولكن تتحين الفرص. ولذلك نشوف أن تغريدة جت من الأخ صالح الملة في حملة بس مسخة. نعم شو اللي خلى الناس تستجيب دكتور؟ يعني نعم أنا أقول ليش الناس انزلت استجابت؟ يعني أولا الناس فيها حالة من الكبت السياسي المتراكم لعدة سنوات ولم تستطيع أن تعبر عنها، أو أنه ما في كان من يقرع الجرس أو من يبادر. بمجرد المبادرة، وأنت يمكن لاحظت وشفت وكل الكويتيين يعني شافوا، أولا حضورك حالة ابتدائية بعد سنوات طويلة حضور كان جيد جدا. النقطة الثانية يعني كان تجمع عفوي، تجمع كان بعيد عن القوى السياسية والتيارات السياسية، ولذلك اللي راح شاف أو اللي شاف التغطيات الإعلامية اللي صارت كل من تكلم عن نفسه وما في قلبه، فبالتالي اللي عنده مشكلة توظيف، اللي عنده مشكلة الفساد، اللي عنده مشكلة بعض يقول لك إنه لا، اللي شارك لقضية اللي هو قلب دون وغيرهم اللي يعني متضررين من بعض القوانين اللي قد تأتي، فهذا اللي خلاهم يشاركون. ما كان هالآلاف المؤلفة من الناس والأطفال والعوائل والكويتين اللي صارت، أنا ما ألوم اللي يعني يبي يسلب هذا الحق من الكويتيين، أنا يركز الأنظار أمام يعني مجموعة من البدون طلعوا، وهذا حقهم أيضا، يعني مطالب شعبية من كل التوجهات، ولكن أنا فقط أركز وأحاول إن أختزل، هذا أختزل إن أخليه في قضية البدون، هذا أولا ما يطلع على الكويتيين. النقطة الثانية لا يجسد الحقيقة، ثالثا خلي يقول ما يقول، ولكن الناس طلعت وعبرت، وأنا أقول لك أنت تقول هاي شنو جنينة منها؟ جنينة منها إسقاط الحكومة. هذا حين هنا هذا السؤال، أنت أنت تقول إن جنينة من حملة بس مسخات، وحتى النائب السابق صالح الملا مساعي الخير إن أسقطنا الحكومة. أنت تقول إحنا أسقطنا الحكومة. البعض الآخر مثلا النائب رياض العتسان يقول لا، استجوابه إلى وزير الداخلية هو أيضا أدى إلى إسقاط من حرك الاستجواب. وبعض الآخر يقول لك إن بلاغ الشيخ ناصر صباح الأحمد هو اللي أسقط الحكومة. علي أنا أسألك سؤال، خلني أنا المعلق الحين. تفضل. كم استجواب صار من بداية هذا المجلس إلى الاستجوابات الأخيرة؟ بس مو استجواب وزير داخلية أنا كلمة. كثير من الاستجوابات صارت، هل أدت إلى نتيجة؟ ما أدت، ها؟ وكانت مسرحيات، وكانت ورقة طرح الثقة تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وعقبها بنص ساعة الورقة هذه اختفت من الوجود. الضغط الشعبي اللي صار على النواب خلاهم إن حتى لو الاستجوابات استجوابات كانت شكلية أو صورية إلا أنها نجحت ووصلت إلى حد استجواب رئيس الوزراء أو نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، وبالتالي يعني حتى المراهنات يعني استجواب وزير الداخلية شلون نجح؟ ترى ما صرحوا ولا اكتملت ورقة طرح الثقة. بلاس. ولكن شنو اللي صار؟ أوكي اكتملت ورقة طرح الثقة، ولكن لم نجد ما صار مع جنان بوشهري إنه اللي إن قاعد البيت ودزوا انا قال مع الاستجواب او مع طرح الثقه. زين شو اللي خلاك انت تقول ان هذا الاستجواب ما ادى الى اسقاط الحكومه، بل حملتكم هي من ادت؟ لان شوف الاستجواب اول شيء يعني كان استجواب سري، اولها انه تحول الاستجواب الى علني، وهذا ما ادى الى حرج كبير بالنسبه للحكومه وعدم توقع، وبالتالي كانوا يتوقعون حتى في جلسة طرح الثقة حتى تغير الموازين، لأن الرأي العام بدأ يسلط الأضواء على المجلس قبل تصير فيه استجوابات وتنتهي وكذا، وما حد صوبها ما حد يدري عنها. فهذه الاستجوابات الأخيرة بعد الحملة مباشرة بعد وقفة باسم صخت بدأت الأنظار تتجه إلى المجلس، فبالتالي النواب أيضا رعاية ل يعني توجهاتهم المستقبلية ومستقبلهم السياسي لازم يحترمون الإرادة الشعبية، فبالتالي يتسابقون على تسجيل المواقف، وهذا اللي أدى يعني إلى نجاح استجواب وزير الداخلية وبالتالي استقالة الحكومة برئيسها. يعني الحملة بس مسخت هي من أدت إلى إسقاط الحكومة. يعني إذا ما تبي تأخذها وبتعطي الكريدت حق الناس، أنا أقول لك على الأقل هذه الحملة أو هذا الاعتصام ساهم بشكل كبير في اسقاط الحكومه. اوكي الاعتصام هذا اللي انت تقول انه عفوي، انتم سياسيين وانتم شاركتم باستجوابات سابقه، السؤال ليش التيارات السياسيه ما شاركت معكم؟ التيارات السياسيه في وقتها اعطت التزامات
ووصلت إلى القيادة السياسية، وأنا أقول لك إياها كمعلومة، أن ما راح يشاركون، وبالتالي التيارات السياسية أعطت نعم مؤشرات التيارات السياسية للقيادة أن ما لن راح يشاركون. تشارك، نعم، ليش؟ وأن راح يقاطعون هذا التجمع، ليش؟ لأن مو من مصلحتهم بالتأكيد، لأن الحالة اللي طلعت لما يخرج الشعب عن الصمت اللي كان فيه خلال سنوات، معناته هذا السخط موجود على المشهد السياسي برمته، بما في ذلك يعني نواب مجلس الأمة وبكل تمثيلهم وفئاتهم التمثيلية، التيارات والقوى اللي يمثلونها إلى آخره. فبالتالي ما كان من مصلحتهم أن هذا يعني المشهد بس الشعبي انسخت ينجح. هي ضرب التيارات السياسية. يعني هذه حالة العفوية، الحالة الكويتية، حالة الأغلبية الصامتة، حالة الناس اللي ما لهم من يوصل صوتهم، هم وصلوا صوتهم بنفسهم، وبالتالي كانت مؤثرة إلى هذا الحد. هناك من يقول بأن لأن رئيس مجلس الأمة طرح موضوع قانون البدون هو اللي خلى الناس تشارك أكثر وهم متضررين من هذا القانون. لا، يمكن وهذا ما يمكن أيضا يمكن كان مجموعة هذا صح. 80 تحدثوا فيه اليوم يعني لا في لا تلك يعني الفترة. لا، مو صحيح، وبدليل أن اليوم تسأل أي مواطن كويتي، يعني وأنتم إعلام، ودائما دائما يمكن أنا في هذا الاستديو ومعاك أنت بالذات يعني في هذا البرنامج يمكن مرتين على الأقل، دائما أقول لك إن شاء الله أنا أطلع غلطان، زين. بس أنتم عندكم وسائلكم، هل يوم ثق وتأكد والله، هل يوم قابل أي واحد من الشباب في الكويت، أي واحد عفويا، ها، في أي مكان، في الوزارة، في السوق، في الملعب، في الشارع، راضي عن الوضع اللي موجود؟ طول عمر الناس مو راضية يعني هذا لا. الشيء شو غريب. زين، مو راضية فيها سبب ولا لا؟ ليش الناس كانت راضية قبل؟ ليش الناس كانت متفائلة؟ الآن شنو اللي غير المواضيع؟ شنو اللي مخلي حالة اليأس اللي موجودة عند الناس؟ أنا اليوم وصلت لي معلومات أنها اليوم يعني كثير من الشباب، يمكن السواد الأعظم، ها، ما أحب أكون متشائم ولكن هذه نظرة واقعية، هذا نتلمسه من كلام الناس مباشرة، اليوم ما في أحد في الكويت خاصة من شريحة الشباب إن ما عنده قصة أو حدث صار له في الوزارة أو في جهة عمله ما فيها قضية فساد. يتي تقول له زين ليش ما تكلم؟ يقول من يحميني؟ يقول لي درجة أن حتى أبوي بالبيت لما أقول له سؤال بيقول لي يبقى اسكت اسكت، باكر أنت تروح فيها. فوصلنا إلى هذا الحد أبو حسين. شنو اللي وصلنا إلى هذا الحد؟ وصلتنا هذه القرارات يعني وهذا مجلس الأمة المشهد اليوم. السياسي. طبعا مجلس الأمة بالنهاية احنا شنو لنا كمواطنين؟ مجلس الأمة هو المنبر اللي يعبر عن طموح الشعب الكويتي، عن رغباته، عن تطلعاته، عن يعني ما هو خاطره فيه. فلما نشوف مجلس الأمة خلال 3 سنوات نايم، شلون تبي الناس يعني تتفائل بكل هذه القوانين اللي صارت؟ كم قانون وقانون اكو على جدول اعمال مجلس الامه واللي وعدونا فيه، وخاصه النواب اللي كسروا المقاطعه ودخلوا في مجلس الامه، من ضمنها قضيه المغردين اللي لا الحين ملاحقين قانونيا او بالسجون، قضيه العفو العام، قضيه القروض، قضيه فوائد قروض المتقاعدين، قضيه الفساد، اليوم صارت قضايا إضافية أيضا الشهادات المزورة، كلها قضية الفساد اللي موجود، ما أعلنت حتى جنان بوشيري كوزيرة في الحكومة بحالة الفساد إلى أين وصلت. زين كل هالملفات وين مجلس الأمة عنها؟ شو تبي الناس ما بس دكتور تسقط؟ خلي بس أقول لك شيء، أنت تحمل مجلس الأمة يعني وين دوره على الفساد؟ هل تعتقد أن اليوم وصل الفساد إلى مرحلة مع الأسف أقول أصبح من الصعب أنك تتعالجه، من الصعب أنك أنت تحاربه، انتشر طبعا كما في ينتشر ظل المرض الخبيث سلطة، أعوذ بالله. في ظل سلطة تشريعية لا تمثل الأمة، أكيد شلون تحارب؟ أنت شنو أدواتك في محاربة الفساد؟ تطلع استجواب ولا تروح توجه أوكي سؤال؟ الأدوات إذن بيد السلطة التشريعية، فإذا السلطة التشريعية ما تمثلك، إذا السلطة التشريعية أبرمت اتفاقيات من بداية المجلس الحالي مع الحكومة والمهادنة إلى آخره وما سويت أي شيء، شنو أداتك أنت كمواطن اليوم؟ غير لسانك ما عندك، تغريدة، تصريح، استجابة لمطلب جماهيري مثل ساحة الإرادة أو غيره، غير هذه الأدوات ما عندك اليوم. إيش كثر الناس تكلمت، إيش كثر الناس قاعد يواجهون نوابهم، هل هذا قاعد يغير شيء؟ ما قاعد يغير شيء. إيش اللي غير؟ قلنا أنت قاعد تلوم أيضا السلطة التشريعية،
لأن هي الأمة هي مصدر السلطات في الدستور، ما تلوم أيضا الناخب اللي قاعد ينتخب اليوم غلط؟ بالتأكيد. أنت الحين أنا أعطيك مثال دكتور، يعني اليوم اللي قاعد يصير شنو تفسيرك له؟ أن استطلاعات الرأي اللي يعلن عنها بعض المؤسسات اللي معروفة تبين لك أن النواب اللي موجودين حاليا لا يزالون يحظون بتأييد، واستطلاعات الرأي ترد مرة ثانية يعني قد تعطي إشارات أن يعودون مرة أخرى إلى مجلس الأمة، انتخابات التشاوريات والفرعيات غيرها قاعد تنتخب أشخاص هم أساسا موجودين في مجلس الأمة، هذا شو تفسره؟ هذا أفسره كله في ظاهرة الصوت الواحد. يعني صوت الواحد فيه مشكلة، الصوت الواحد فيه مشكلة، والصوت الواحد وصلنا إلى هذه المواصيل، والصوت الواحد هو اللي أفرغ مجلس الأمة من محتواه، والصوت الواحد هو اللي أجج لنا هذه الانتماءات الضيقة، الصوت الواحد هو اللي جزأ لنا المجزأ أصلا. يعني إذا كانت عندنا قبلية اليوم عندنا أكثر من قبلية، إذا كانت عندنا طائفية اليوم عندنا أكثر من طائفية، إذا كانت هناك عائلية اليوم صارت أكثر من عائلية، فوصل الضرب والمنافسة إلى داخل هذه القواعد الضيقة اللي أساسا يعني هي ظاهرة سلبية في المجتمع، فاليوم تعززت واستقوت أكثر وأكثر. يعني اليوم بالتأكيد علي لما الواحد عنده ضامن له 1000 صوت ومن خلالهم يضمن الانتخابات القادمة، شيء يهم الرأي العام في شيء؟ يعني 1000 صوت هذا أيضا ما لهم مطالب دكتور، ما لهم شيء، شلون يروحون يصوتون؟ أوكي إحنا شنو مشكلتنا؟ شنو حالة التناقض اللي موجودة في الكويت؟ وهذه تشوفها من الدواوين. يعني تشوف أنت اليوم تروح أي ديوانية يتذمرون مثلا من أداء المجلس، ويبون أن النواب يوقفون على قلب واحد، وأن يوقفون في مواقف يعني مهمة ومصيرية. زين انت شلون الطالب نائب انت مو معطي صوتك اصلا؟ اليوم انا علي عضو مجلس امه وانا مو مصوت لك اصلا، شلون ابي افرض عليك انه لازم تطيع شوري او تنفذ اللي انا اقوله؟ هاي بسبب صوت الواحد، تدري ان انا صوتي ما يهمك واصلا مو معطيني. فحتى من الباب الادبيات السياسيه والالتزام السياسي، شو يعنيني انت اصلا ما صوت لي؟ فشلون تبيني انا امشي على رايك؟ يعني هذا الخلل السياسي اللي موجود كله ترى كان هذا مرتب ومهندس له ان نطلع بهذه التخريجه. وبالتالي يعني اذا ما يصير في اصلاح للنظام الانتخابي، هو المدخل اليوم للاصلاح السياسي، انا اشوفه جدا مهم، ليس فقط ل يعني معالجه نقاط القصور في مجلس الامه وبس، ولكن اعاده اللحمه الوطنيه بشكل كبير. يعني اليوم ما عندي انا يمكن خيار واحد مثلا أقول أن هذا أفضل نظام انتخابي، ولكن أؤكد وأعزز دور أن النائب يطلع برأي عام، يعني يمثل أغلبية الدائرة. شنو يكون النظام الانتخابي هذا ممكن يعني في محل في بحث في نقاش حوله. أنا أيك دكتور اليوم على يعني راح أخذ فاصل عشان ترتاح شوي، لكن راح أيك بعد الفاصل وأقول لك على تشكيل الحكومة اليوم الأخير، وخاصة إحنا عندنا رئيس وزراء جديد على منصب رئاسة الوزراء ولكنه قديم في المناصب الوزارية التي تقلتها، جاء راح أكلمك عليه ولكن بعد هذا الفاصل. أعود لكم جديد مشاهدينا الكرام. دكتور سألت قبل الفاصل على اليوم وجود الشيخ صباح الخالد رئيسا للوزراء جديد على الرئاسة، ولكنه هو أيضا مشارك كان فيه في حكومات سابقة، وأنت أعتقد كنت نائب في ذلك الوقت. تشكيل الحكومة وجود الشيخ صباح الخالد، تعليقك عليه. يعني بداية الشيخ صباح الخالد مع كل تقديرنا واحترامنا للشخص الكريم، يعني ما هو جديد على المسرح السياسي، لم يكن موجود في الوزارات السابقة فحسب، كان النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي كان هو رئيس وزراء بالوكالة في حالة عدم وجود رئيس الوزراء، فبالتالي يعني يفترض أن لا تنقص الخبرة السياسية وخبرة إدارة مجلس الوزراء على هذا الصعيد. نأتي إلى يعني تقييم الحكومة. يعني الحكومة بكل المقاييس، أولا هي حكومة مؤقتة. مؤقتة؟ هي حكومة مؤقتة. ليش مؤقتة تصدق؟ أوكي يعني مؤقتة أولا من ناحية دستورية، يعني الحكومة هذه لن يزيد عمرها الدستوري عن 10 شهور. أوكي، لأن قرب الانتخابات، إذا استمر هذا في حالة استمرار، لأنه هذا في حالة الظروف العادية والسلسة أن الحكومة يعني تكمل دورتها المستندية إلى النهاية، فشهر 10 11 ويمكن قبلها بعد شهرين بعض النواب ممكن يستقيلون تمهيدا للانتخابات، النواب الوزراء قصدي. فعمرها الافتراضي أقل من سنة، هذه في أحسن الأوضاع طبعا، إذا صارت مستجدات استجوابات اهتزازات سياسية
ممكن يعني أيضا احتمالات أن الحكومة هذه لا تستمر. النقطة الثانية، بسبب هذه الفترة وأيضا بسبب الأوضاع السياسية ككل، لم تشارك فيها الحكومة الكثير من الشخصيات، يعني لسبب الظرف المؤقت الآن، إما بسبب الضغط، إما بسبب أن يعني قصدي المدة قصيرة، إما بسبب الناحية الفجائية اللي صارت يعني في استقالة الحكومة واعتذار رئيس الوزراء السابق. كثير من الشخصيات حتى من داخل الأسرة يعني اعتذرت، وبالتالي يعني طلعنا في واحدة من الظواهر الجديدة اللي لأول مرة يصير رئيس وزير شعبي للداخلية. لوزارة سيادية. البعض هذا يقول لك هذا مؤشر زين في الديمقراطية. لا، مو مؤشر زين، هو مؤشر زين، ولكن لأنه ما كان عندهم أحد، لأنه ما كان في أحد. أوكي، أنت تجيب لي شخصية مرموقة، بغض النظر عن احترامي لأسماء الوزراء، وهذا طبعا أي نوع من التحليل وأي نوع من التقييم للوزراء ما يمس أشخاصهم ولا يعني عوائلهم الكريمة، كلهم محل احترام وتقدير، ولكن احنا نقيم الوضع السياسي. لما في الظروف العادية يجيب لي وزير شعبي أوكي، ولكن لما ما يكون عندك بديل وانت عيالك كله يعتذرون، تحط لا تعتبره تحملني ان هذا انجاز شعبي زين. أوكي. هذا يعني تعتقد ان وزاره الداخليه في ظل انس الصالح هي ايضا مؤقته ريثما يتم اختيار شخص من الاسره في المرحله القادمه؟ بالتاكيد، يعني هذا شيء مؤكد. طبعا هم اتمنى انا غلطان وتكون عندنا في الوزارات القادمه ايضا شخصيات شعبيه تصل الى منصب النائب الاول مثلا، تصل الى وزير دفاع، وزير خارجيه، إلى آخره يعني. أوكي. بالعكس، هذا يكون في تطور تاريخي شيء. أوكي. يحسب دكتور، يعني في تشكيل الحكومة هذه اللافت كان، وكان أيضا صادم، اللي هو تصريح رئيس مجلس الأمة بأن أبدأ تحفظ على بعض الوزراء، وأيضا في تصريح أن رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية اختياراته، كأن في هناك كلام مبطن. أنت كتبت في في, في هذا الشأن. نعم. أعتقد ليش الرئيس رئيس مجلس الأمة صرح في هذا التصريح؟ يعني أولا هذا من حقه يعني كرجل، ورجل يعني من حقه كرئيس مجلس الأمة. نعم، يعني من حقه كفرد، حتى كإنسان، كمواطن. لا، كمواطن يختلف، لأنه هو، لا هو من في هذا المنصب، يعني من حقه أنه يبدي رأيه فيما يراه مناسب. ولكن دوري أنا، أو دوري أنا كمقيم أو كمحلل أو كمتابع، أقرأ من بين السطور ليش مثلا هذا الموقف صار، ليش، وخاصة بعد كل الإشادات اللي كانت للحكومات السابقة من نفس الرئيس. أوكي، ليش الرئيس مرزوق الغانم صرح هذا التصريح؟ أول يعني هذا أيضا كتحليل. أوكي. أنه يمكن كثير من الشخصيات اللي كان يدفع فيهم ما توزرت، في شخصيات كانت محسوبة عليه أو قريبة منه، أو يمكن بتسكيته في التشكيل السابق أنه ما استمرت رغم مطالبته في ابقائهم، لم يعني يستمرون، يمكن هذا سبب ردة فعل. وايضا يمكن لم تكن هناك استشارات حقيقية معه في هذه المرحلة، هذه تكهنات او تحليلات، وهذا يعني واضح من لغة التصريح اللي اطلعت. أوكي. وفي بعد اخر لهذا الموضوع انا ايضا كتبت فيه ان الحاجه الى انتخابات مبكره، الحاجه الى انتخابات. بس هو رئيس مجلس الامه كان دائما صرح انه ما في حل. اي نعم، ما نعم في حل، لكن نعم. الان إيه الان هل صارت له حاجه؟ نعم، وهذا السبب اللي تقول، ونفس الشيء يعني كانت التصريحات الايجابيه للوزراء الان صار تصريح غير ايجابي او في نوع من التهديد. اوكي، تصريح رئيس مجلس الامه هذا الاخير اللي ابدا تحفظ على بعض الوزراء، هل اقدر اقول لك ان رئيس الوزراء بالوزراء اللي موجودين راح يفقدون دعم رئيس المجلس الأمة في الاستجوابات القادمة؟ أتوقع، نعم أتوقع ذلك، بدليل أن في مجموعة من الاستجوابات القادمة والاستجوابات القادمة هذه راح تكون لها ضحايا من الوزراء، راح يكون في ضحايا. نعم. أوكي، الآن الاستجواب اللي هو موجود ممكن على جدول أعمال الجلسة القادمة، الاستجواب غدير أسيري. استجواب دكتورة غدير أسيري هو استجواب، شو يعني الاستجواب؟ ما حد يختلف انه حق كفله الدستور، لكن البعض يقول لك ان هناك في مو ابعد من الدستور، هناك كم من التناقضات في المواقف سواء كان من الوزير او من نائب المستجوب. دكتور عادل الدمخي، وجهة نظرك، قاعد تضحك يعني. اوكي، يعني شيء مضحك والله، هذا يعني انا اعتبره كوميديا سوداء. ليش؟ يعني انه وصلنا الى هالحالة من الواقع السياسي المضحك المبكي في نفس الوقت.
يعني اولا انا اشاركك بان الاستجواب حق دستوري لاي نائب ممكن يقدمه متى ما راى فيه يعني مصلحه، ولكن ايضا الاستجواب يجب ان يقدم على ماده تكون مقنعه للراي العام. الاستجواب اللي قدم، وانا والله امانه متفاجئ من شخصيه مثل الدكتور عادل الدمخي. ليش؟ شنو صرت تفاجئ؟ يعني شخصيه موزونه، شخصيه يعني مواقفه قويه موزونه، ولكن يعني هذا الاستجواب لم يوفق في اولا مادته اللي يمكن ما لها سند يعني حتى في الدستور. ما يصير استجواب على راي سياسي او راي فكري طرح قبل 10 سنوات. لا هو حتى في صحيح لا الوزير يعني الوزير علي الوزير يحاسب على اعماله أوكي. في الوزاره، ولذلك يعني حتى في بعض الاحيان ولو ان انا ضد هذا التوجه، مثلا اذا نفس الوزير وتم استجوابه او ارتكب خطا معين ولكن استقالت الحكومه لاي سبب من الاسباب، او الوزير هذا استقال وتم اعاده تعيينه سواء في نفس الوزاره او في الوزاره الاخرى، لا يجوز استجوابه لان الاعمال كانت في وزاره سابقه، إلا فما بالك بوزير اذا استمرت الاعمال اعماله لم تكن ايضا لم تكن اصلا عند توليه للوزاره، ولم ياتي يعني بخلاف للقانون، ولم يمارس اي نوع من الخطا. تشخيص في راي سياسي، واللي تقول لي اضحك لان عادل الدمخي عنده راي سياسي مشابه لراي الوزيره في نفس الوقت، فشلون انا ابرر لنفسي والوم الوزيره على ذات الموقف السياسي؟ انا كان يعني هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه يعني الوزيره ايضا يعني مع احترامي لشخصها الكريم، يعني اذا كان عندك راي سياسي معين ومع هذا الراي السياسي تم انتخابك كوزيره، شنو الداعي ان تحاولين تمسحين الماضي مالك؟ يعني بالعكس يعني هذا رايي يعني وجهه نظرك لما الوزيره يعني قامت الغاء حسابها في تويتر، يعني الغاء التغريده او الغاء الحساب بالكامل انا ما اشوفه ايضا من الحصافه السياسيه في 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 هذا الصدد. انا كان ودي مثلا ان شخصيه مثل غدير عسيري كانت ناشطه وعندها مواقف بغض النظر الان شنو نقيمها، ولكن في بعض المواقف كنت انا اعول عليها او نخلي هذه المحك مالها في الحكومه الجديده، اللي هي قضيه تصريحاتها مع الحريات السياسيه، قضيه دفاعها عن المغردين. الان هذا محك الحكومه، هل الحكومه بوزرائها الجدد بمواقفهم السياسيه المعلنه زين عندهم مصداقيه لترجمه اقوالهم ومواقفهم السابقه الان وهم على راس المسؤوليه؟ هذا كان ودي انه يكون احد يعني احد المحاور اللي النواب يتمسكون فيه ويخلونه تحت المجهر ويتابعون عمل الوزير سواء كانت هذه الوزيره نعم. او غيرها من لا هو الوزراء. بس الدكتور عادل ولذلك شوف شلون احنا قاعد نلف على المشهد باشياء. هو الدكتور عادل لما حط صحيفه الاستجواب قال ان مشكله الوزيره لما ردت على بعض الانتقادات على آراءها السابقه بان النواب يعني يدغدغون مشاعر الناخبين. حتى هذا رايي يعني هذا اتهام للنواب يشوفه كان عادل الدمخي، ما تشوف انه محق؟ كلنا نتهم النواب، يعني اليوم الكل الوزراء يتهمون النواب، المواطنين يتهمون النواب، النواب يتهمون بعضهم البعض. فيعني هذه حاله من التقييم السياسي، يعني شنو كان في اوضح وافضل والتوقيت مناسب وايضا محك وفعلا يعني موقف مبدئي من النواب لو ان واجهوا الحكومه الجديده بملفات الفساد اللي موجوده. يعني الوزاره داعي الى كشف الفساد والتقدم، يعني سواء هو التصريح اللي كان موجود هو بس يعني الحكومه تقوم في دورها، لكن ايضا المواطن يدعو الى كشف الفساد اذا كان هناك متعلق. يعني هذا هم ايضا انا رديت على هذه النقطه في اكثر من مناسبه، يعني هذا الطرح ايضا طرح غير مقبول يعني من رئيس وزراء جديد انه يطالب الناس بكشف الفساد في حين انه مساهم. ليش المواطن مسؤول يعني وفقا للقانون؟ المواطن مسؤول، هو اول مواطن وهو اول مسؤول وعنده ملفات فساد، يعني اكثر من هذه؟ يعني رئيس الوزراء مع تقديري الشخصي والله انا اعزه واحترمه كثيرا، يعني هذا الرجل باخلاقه العاليه وتواضعه وكذا، بس انت كمواطن ايضا انت اليوم يمكن المواطن ضمن ترتيب 3 أوائل في الكويت، عندك ملفات فساد ولا ما عندك يا ابو صباح ابو خالد؟ عندك ملفات فساد، ليش ما انت صرت قدوه لي ولغيري رحت قدمتها الى
هيئة مكافحة الفساد حتى أنا ألحقك باكر بالملفات اللي عندي. الملفات اللي عندك أكبر بكثير، الملفات اللي عندك ملفات مخيفة، الملفات اللي عندك ملفات كان فيها يعني ضرب لسمعة ونزاهة وأمانة أعضاء مجلس الأمة القبيضة، كان عندك ملف في الإيداعات الخارجية أو المصروفات الخارجية، اوكي اليوم عندك صندوق الجيش، عندك من هذه البلاوي الكبيرة مثل ما نقول. لو أنت موديها تدري شنو كانت يعني الحالة اللي تصير عند الكويتيين؟ أن رئيس الوزراء يتقدم بشخصه ويروح هيئة مكافحة الفساد ويقدم هذه الملفات. باكر هاي الشباب اللي توا أقول لك عنهم بس كان في بالوزارات اليوم كان حتى زين، كلام ان كلهم باكر يروحون ان وراه. لا يعني حتى في الكلام إن الان بعض الجهات الحكوميه لما اجتمع رئيس الوزراء مع بعض ديوان المحاسبه وغيره طالب ان في بعض الملفات تحال، يعني حتى بعض الوزارات قال مخالفات سماها الجسيمه حتى لا تكون يعني مخالفات عاديه مجرد يعني ابراء الذمه، مخالفات جسيمه يتم احالتها، وحسب الانباء اليوم في بعض الصحف انه سيتم احاله بعض المخالفات في بعض الوزارات الى مكافحه الفساد او النيابه. ما تشوف اجراء جيد؟ خطوة جيدة؟ هم مرة ثانية أقول لك أتمنى أنا أكون غلطان، ما راح ويوم يتحرك كله أي تتمنى شيء تكون غلطان في بعض زين. الآراء لا يعني. لا يعني هذا تشخيصي، ما أتوقع من أن الرسالة تقرأ من عنوانها، فإذا كان هذا العنوان ما أتوقع أنه في جدية. يعني اليوم رئيس الوزراء مرة أخرى، ممكن نضقل عليك سمو الرئيس بس تحملنا، هذا لمصلحتك ومصلحة البلد. نعم رئيس احنا قلنا العمر الافتراضي للحكومة قصيرة، يعني هذه حكومة لا نتوقع منها خطة تنمية، هذه الحكومة لا نتوقع منها لأن إنجاز ارتباط على الأرض. الفترة القصيرة اللي بالضبط فيها. بالضبط، يعني ما توقع منها الحكومة هذه تصنع لنا الكويت، ما تصنع ترد لنا مثلا يعني المكان اللي كنا فيها، ترد لنا مؤشرات التنمية، أصلا ما يمديها. زين، على الأقل قضايا ملاحقة الفساد وكشفها وتوثيقها وضعها على المحك الحقيقي للمتابعة القانونية، هذه تقدر تسويها، فخليه يسويها. وأتمنى أن أنا ما أكون غلطان أيضا، أو أن فعلا أطلع أنا غلطان ويصير في عكس الحالة السلبية اللي اوكي أتوقعها تكون هناك. انزين والله أستانس. انزين دكتور، ان النائب عادل الدمخي صرح اليوم في تغريده قال من يطالبني بسحب الاستجواب اقول له وجه كلامك للوزيره بتقديم استقالتها للمصلحه الوطنيه، اما انه استجواب طائفي او عن تغريده فهذا في مخيلتكم وحكمكم المبكر قبل السماع. وبعدين قال اما محامي المصلحه الوطنيه فموضوع امر، يتكلم على بعض احد المحامين اللي دعاه الى التريث في الاستجواب. وجهه نظره في كلام عادل الدمخي. اوكي، يعني بالنهايه الاستجواب موجود وهو حق ايضا، وعلى الوزيره ان تدافع عن نفسها يعني بكل بساطه، يعني خلاص، وبالتالي عليها ان يعني تدافع عن نفسها بالطريقه اللي تشوفها مناسبه. تشوف مناسب اليوم من الوزيرة في ظل هذه الأوضاع أن تصعد على المنصة وتجاوب، أم أن ممكن نتأجل يعني حتى يمكن الوضع الإقليمي يهدى، ولا ما تشوف فيها مرابط؟ يعني هذا يعتمد على مدى تفاهم المجلس مع الحكومة في هذا الشأن. لا يعني مثل هذا الاستجواب ما أفتكر أنه يقدم أو يؤخر يعني في أي شيء، فبالتالي الانتهاء منه سريعا قد ممكن، يكون بس هو ممكن ان في الأفضل. ظل الظرف الحالي يؤدي الى ان النواب يتكلم مثل ما صار مع جنان بوشهري انه يروحون على طرح الثقه بالشكل اللي كان موجود في السابق. بعد تروحون برا الثقة، هذا أيضا من حق النواب وأيضا طريقة الحكومة بالدفاع عن وزرائها. وبالتالي أنا اللي أقول لك أن لا تكون مثلا هذه الوزيرة أو هذا الاستجواب هو أول ضحايا الحكومة أو اللي تقدمه الحكومة في سبيل أعضاء تعتقد ان مجلس الحكومه ممكن الأمة. تضحي فيها؟ كل او شيء وارد، توقعك كل انت شيء شنو وارد. راح يصير بالاستجواب؟ توقع السياسي لك انه تقدر يعني تتجاوب؟ انا مثلا انا اتوقع ان السبل، ولو انه مو بصدد ولا انه دافع عن الحكومه، ولكن كمواقف سياسيه سابقه اوكي وداخل المجلس راح يبين مؤشرات دفاع الحكومه عن وزرائها. يعني الحكومه دافعت في كثير من الاحيان عن وزرائها، اما بتدوير حكومي اوكي او دافعت عن وزرائها بحاله الاستجواب الى المحكمة الدستورية، أو دافعت عن وزرائها من خلال مثلا إحالة اللجنة التشريعية. يعني أي طرق، هذه مؤشرات، هذه مؤشرات
ولكن بالنهاية إذا صار الاستجواب فالحكم الأول والأخير هني يكون أعضاء مجلس زين، أنت الأمن قلت في الأسري. تغريدة في 21 ديسمبر أن المجلس في أيامه الأخيرة نعم وعد سبات طويل سوف يستعرض عضلاته لإظهار بطولات ما قبل الانتخابات، وهذا ما تم الإعلان عنه في تصريح رئيس مجلس الأمة المبطن لتهديد وتوعد الوزراء اللي تكلمنا عنه قبل شوي. تعتقد أن المجلس اليوم في هذه الفترة هي يبتدي بالاستعراض استعراض العضلات؟ بدأ طبعاً أوريدي بدأ، يعني هذه الاستجوابات أفتكر في 3 استجوابات قادمة، فيعني هذه مؤشراتها أو هذه ملامحها على الأقل. تتوقع ان النواب راح يلجؤون الى المساءله السياسيه اكثر من التشريع؟ يعني ممكن خاصه في الانتخابات لما الواحد يواجه النواب في التشريع ايش راح يردون عليه؟ ما تتوقع انه ممكن يجرح على ولذلك التشريع؟ هذه احد الاسباب ابو حسين، ان الان في بعض الملفات وفي بعض النواب يعني الله يجزيهم خير مثل الدكتور بدر الملا اللي حاول يعني يعطي بعض القضايا اولويه، فالنواب شلون يتهربون من هذه القضايا؟ يعني اللجوء الى اداه الاستجواب، اداه شنو اسهل. شنو القضايا اللي اخذها بدر الملا؟ تقصد يعني سواء بدر او غيره، يعني تتوقع الكلام اللي قاله على 6300 حاله اعلان رغبه في التجنيس؟ يعني هذه مدعاه انه يصير في النظر في قضايا الجنسيه، سواء قانون الجنسيه، سواء ما يتعلق ب قضية نقل الأصوات إلى غيرها، يعني من هذه الأمور، وهذه موجودة يعني قوانينها موجودة على جدول الأعمال، قضية النظام الانتخابي اليوم لو هذه قاعد يقولون موجودة. يقال ان حتى الحكومه في بعض القوانين اللي قانون متعلق بخفض قيمه الاستقطاع الشهري على القروض من القاعدين، قانون الاستبدال، تعديل الشراكه بما يحفظ حق الاسواق، يقولون ان في رفض حكومي لهذه القوانين اللي كان تم الاتفاق عليها سابقا. تعتقد ان الحكومه اليوم راح تقف ضد هذه القوانين خاصه اللي تتعلق في المواطن كاستبدال واستقطاع وغيره؟ إيه طبعا الحكومة دائما توقف ضد القوانين يقولون كان في اللي موافقه سابقه مبدئيه من الحكومه السابقه، ليش الحكومه اليوم تدخل بهذا النفس؟ لا ما كان في موافقة سابقة حتى من الحكومات السابقة، يعني أقلتها قانون المتقاعدين، يعني أكثر من مرة تم الترويج بأن هناك اتفاق وهناك تنسيق بين اللجنة المالية في مجلس الأمة والحكومة والوزير المعني وزير المالية، ولكن في الواقع لم يكن على الإطلاق يعني هذا الشيء، فبالتالي سحبت جميع التقارير اللي موجودة والخاصة بقضية المتقاعدين، واليوم النواب راح يبدون فيها من الأول جديد، يعني بدليل أن حتى الحكومة غيرت تركيبة اللجنة المالية اليوم ما حتى في كانت اللجنة راضية المالية عن صارت التقرير. في شكوى أن عدم حضور النواب يعني. أوكي يعني هذا بعد قضية ثانية، بس أنا أقول لك بأن الحكومة إذا كانت فعلا يعني منسجمة مع المجلس أو مع اللجنة المالية، يمكن على أقل التقديرات في قضية الاستبدال وقضية قروض المتقاعدين والفوائد على القروض، ما كانت تعمل على تغيير اللجنة المالية نفسها وغيرتها. اوكي، اليوم القانون اللي دائما الحين يطالب فيه النواب وهناك حملات عليه بعضهم بعض، القانون يمس زملاء سابقين كانوا معك المجلس، قانون العفو الشامل. نعم. تعتقد ان العفو الشامل خاصة عن قضية دخول المجلس يجب ان يقر ولا صعب؟ أو أنه ما لازم يتم بهالشكل؟ يعني بغض النظر عن النوايا أبو حسين، أنا أشوف بأن هذا القانون خلاص طاف قطار الزمن. شلون؟ إي يعني هذا القانون كثير من النواب تعهدوا بتقديمه قبل دخول المجلس، تم تقديمه ورفض. وبناء عليه، خل أكمل هالجزئية بس لو سمحت لي، يمكن كثير من النواب من أحد أسباب نجاحهم دخول مجلس الأمة تبنيهم أمام قواعدهم الانتخابية بتقديم هذا القانون. قدم هذا القانون يمكن في دور العقاد الأول، ولكن لم يكن قانون للعفو الشامل، هو قانون كان مفصل ومحل خلاف، لم يدرس، كان فقط من أجل إبراء الذمة، وبالتالي فشل. ومن ذلك الحين إلى الآن لم يتم يعني التنسيق المتكامل ما بين النواب في تبني قانون متكامل. وطبعا يعني قضية العفو الخاص خلاص يعني أجهض هذا القانون بشكل كامل، أنت تقول فبالتالي أنا مع احترامي حتى اللي عندهم نوايا صادقة وطيبة، إن هذا الأمر صار ميؤوس منه تماما، خاصة أنه في آخر دور العقاد. كلام كنت لنفترض. كان قاعد تقول لهم كلام واقعي ولا شنو؟ نعم العفو الشامل أصبح ميؤوس منه يعني. الكلام الواقعي، تدري وين الواقعية في هذا الأمر وين؟ حسين الواقعية، لنفترض اليوم أن النواب فعلا وقفوا موقف قوي،
وكانوا صادقين مع قواعدهم وصادقين مع نواياهم، وقدموا القانون وحظى بأغلبية أعضاء مجلس الأمة. ناخذها من هالإيجابية، رفضت الحكومة وبعدين انتهى. لو كان مقدم في دور انعقاد سابق وترفضه الحكومة، كان في دور انعقاد قادم يقدر النواب يمشونه بأغلبية خاصة. هذا الخطأ، بالتالي هذا خطأ النواب، خطأ، يعني مو خطأ، يعني هذا سوء التقدير، أو أن عدم وجود جدية. وإلا أي نائب من النواب يفترض أن هذه من أبجديات العمل البرلماني، يدري إذا القانون رفض لا يقر إلا بأغلبية الثلثين، أو أن في دور انعقاد القادم بأغلبية خاصة اللي هي أغلبية مجلس الأمة، فبالتالي راحت عليهم الفرصة. فقضية العفو ومجرد مرة أخرى راح يكون مع الأسف الشديد، أن راحت الفرصة الآن. نعم، راحت الفرصة كإجراء، كمدة دستورية، كدورة مستندية ما في أغلبية أنه يقر؟ لا، ما في أغلبية الثلثين بالتأكيد. تعتقد أن الحكومة تتعاون معهم أم ترفض هذا القانون؟ لا، راح ترفض. ما أنا أعطيتك السيناريو الواضح بأن الحكومة سوف ترفض هذا القانون. وليش ترفض الحكومة؟ بس ممكن أن السيناريو هذا، لأن أنت لا تنسى، إن يصير في أغلبية، لا مو في أغلبية، خاصة أنا أغلبية أقول لك الثلثين. إذا قدم القانون ومشوا الحكومة عادت هذا القانون، لا تنسى في دور عقد ثاني. ما في، بلى، شهر 10 الجاي. شهر 10 يعني دور الانعقاد راح يكون مجرد تكميل لما تبقى من عمر المجلس والانتخابات ما القادمة. ما اتوقع النواب يقدرون يتداركون الامر ويفرضون فرض بهالحالة؟ الحالة الوحيدة ان تكون اغلبية الثلثين، وهذا غير متوفر على الاطلاق. اوكي، اليوم قاعد يتكلمون دكتور ان العفو الشامل، بعض من النواب ينتقد ان انتم بس حاصرين في النواب السابقين، بعض اللي كانوا موجودين في ذاك العدد. البعض يتكلم عن مغردين، يتكلم عن قضايا اخرى. اترك القضايا الامنيه، لكن ايضا في قضايا تتعلق في مغردين، في اراء. ليش ما يتم شمله؟ ليش الاصرار من النواب على العفو الشامل يكون فقط علق عند قضيه دخول مجلس الامه؟ ولذلك انا قلت لك بان النواب ما كانوا متفقين فيما بينهم، ما كان هناك في راي موحد، ما كان في هناك يعني معالجه لقضيه شامله وقضيه وطنيه تهم الجميع. المغردين هم اللي راحوا في الرجلين. ضاعوا المغردين سياسيا؟ اي نعم. ليش؟ لان ما حد سأل عنهم اليوم، ولا حتى وضع لهم الان. يمكن في قضيه العفو الشامل قلت لك صارت مبادره بغض النظر عن نواياها، ولكن صارت مبادره فشلت. في احد تقدم للمغردين باي اقتراح، باي قانون، باي عفو؟ ما صار. المغردين النواب نفسهم اليوم تباعا يعني، وهذا من حقهم طبعا، قاعد يلجؤون الى العفو الخاص وقاعد يطلعون منها. ولكن من اللي ظل يدفع الثمن؟ هم المغردين. والمغردين ترى على فكرة بعض المغردين أحكامهم أقسى من النواب بكثير. زين، هذا منو لهم غير الله؟ مو مفروض يكون لهم دعم شعبي، دعم قانوني، دعم من يمثل الحريات ومصالح الناس اللي هو مجلس الأمة؟ يعني النواب يمكن أقصى حكم طلع 9 سنوات على الأخ مسلم البراك، الله يفق عوقه مع البقية. أفراد عاديين مواطنين عليهم أحكام على 40 و50 سنة. من اللي دفع الثمن أكثر؟ المغردين الشباب اللي ما لهم ظهر. فبالتالي، وهذه أصلا مو حالة صحية، إنه يعني اليوم شوف التغريدات اللي ترجع يمكن في بداية الحلقة، يعني عن المواضيع الخارجية لما تصير مواضيع إقليمية ومواضيع دولية يترك فيها الحبل على الغارب، ويقول لك الناس الكويتيين طقوا بعضكم وسبوا بعضكم البعض، ما حد يحاسبهم. ولكن كل المغردين اللي صاروا في قضايا وطنية، يعني هذا ما يدعو للأسف، ما يدعو للأسى، بأن أنا القضايا الوطنية اللي دافع عن الكويت، اللي الكل يعني، اللي الكل يؤمن فيها ويجب أن يدافع عنها، وما مس أحد، يبي مصلحة الكل، يبي مصلحة البلد، يبي مصلحة ثروات البلد، هذا ينطق. ولما في خلافات شخصيه في دوله اخرى، انا اتيح لك المجال طقوا بعضكم لين ما تشبعون؟ مو هذا كله تناقض؟ مو هذا يدعو فعلا الى حاله كبيره بس من انت الأسف. قاعد تطرح شغله يعني تعطيني رايك فيها. انت قاعد تقول ان النواب تاخروا في قضيه العفو الشامل. نعم. النواب ما في بينهم اتفاق في نوع العفو الشامل. الان تقديمه، وبصراحه تعتقد تقديم العفو الشامل من بعض النواب هو مجرد عمليه تكسب انتخابي؟ اي بالضبط، بالضبط. لأن ما في نائب يدري
أو ما في نائب لا يعلم بأن لا الوقت يسعفه ولا العدد اللي مطلوب راح يحققه، فبالتالي ليش أقدمه وفي هذا الوقت بالذات؟ ما له تفسير آخر. تفسير آخر، تفسيرك هو التكسب الانتخابي. بس ترى أنا سويت اللي علي وما صار. إنزين، الحكومة في الجلسة الماضية صار هناك خلاف نيابي على قضية تزوير الجنسية اللي تقدم فيه دكتور بدر الملا، والبعض النواب الآخر تقدم باقتراح آخر تكليف لجنة الداخلية والدفاع. الحكومة امتنعت عن التصويت. تعتقد موقف الحكومة كان أسلم سياسيا أم لا؟ يعني أنا في تقديري الحكومة يعني كان موقفها يعني لوئد هذا الملف، يمكن عندها اعتبارات بأن هذه القضية قضية سيادية ويجب لا تخرج عن نطاقها. النقطة الأخرى المهمة أيضاً أن ملف بهذا الحجم وبهذه السخونة وبهذه الحساسية، أنا واحد من الناس وأعلنت عن هذا الموقف. هذا مو شغل الملف أنه يتداول بين الناس. علمت هذا من منو؟ لا، هذا يعني أولاً هذا في أسرار. أولاً مدى حقيقة الأمر، يعني أنا شخصياً قلتها في أكثر من مناسبة، قلت في مقالة أنا لا أنكر فيه، وحتى يمكن فيه في مقابلة معك قلتها أو مع الأخ أحمد الله يذكره بالخير هني في هالاستديو، قلت بأن هذه قضية مبالغ فيها ولازم عند هذا الرأي، بأن بلد يعني 1.25 مليون نسمة، نص مواطنين مزورين، لا هو يقول لك يعني 400,000 زيادة غير طبيعية. هذه الزيادة الغير طبيعية أنا شرحتها، هذه في مقارنة ظالمة، مقارنة غير علمية أبدا، وكتبت حتى في مقالة ويتها بالأرقام. اللي سوى هذه المقارنة خذ إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، الجهاز المركزي للإحصاء، وخذ البيانات اللي موجودة في البطاقة المدنية، وفي تفاوت ما بين هاتين الجهتين في تقييم الأرقام، في فروقات، فخذ أصغر رقم من الإحصاء مع أكبر رقم بالبطاقة المدنية، فهني يطلع عدد كبير. إذا قارنت أنت الجهاز المركزي للإحصاء أرقامه المتسلسلة تشوف أن زيادة طبيعية، وإذا قارنت المعلومات المدنية وتشوف الزيادة في السنوات تشوف أرقام طبيعية. إذا قارنت نسبة الفوارق داخل الجهاز المركزي للإحصاء وداخل البطاقة المدنية تشوف نفس النسب بتزايد، ولكن الأرقام هنا تختلف عن الأرقام. الأرقام اللي موجودة في البطاقة المدنية شيء طبيعي أن يكونون أدق أكبر عن الإحصاء. فاللي يبي يسوي هالنوع من الحبكة ويخرجها كأزمة مجتمعية يأخذ الرقم الكبير والرقم الصغير ويقارن بينهم ويقول في نسبة كبيرة من الزيادة غير طبيعية، يعني وهذا مو صحيح. مو صحيح أن في زيادة على الإطلاق. على الإطلاق. طبعا أنا ما أقول بأن ما يعني بلد مليئة بالفساد، فالفساد أكيد واصل إلى الجنسية، لكن مو بهالحجم، ولكن ليس بهالحجم على الإطلاق. وبعدين النواب اللي يبون يحاربون الفساد وخاصة في قضية التجنيس، أيه الأولى؟ إن ما طرحه بدر الملا في مداخلته الأخيرة إن في خلال فترة لا تتجاوز سنة 6,000 حالة من التجنيس لزوجات الكويتيين، ومنهم آخر بس فترة تقديم الاستجواب 370 حالة بدون استيفاء حتى المدد الزمنية وشروط التجنيس وعدم الوصول على عدم الحصول على الإنجاب أو أن تو حتى إعلان رغبة ما صار لشهر شهرين، أليس هذا تزوير الجنسية؟ أوكي، هذا تشوفه خطأ، يعني هذا مو صحيح اللي صار بهالحالة. بالتأكيد سياسي؟ بالتأكيد. هذا مو موضوع سيادي، هذا مو موضوع يعني في نفس الإطار. ترى أنا على فكرة أنا واحد من الناس ما عندي حساسية أن نكبر الشريحة الكويتية بضوابط وبمزايا كنوع من الاستثمار البشري، ولذلك أقول لك أيه الأولى أن مثل هذه الحالات أو قضية أبناء الكويتية. إنزين، أنا نفس الحالة اليوم لما يتكلمون كان يعني بعد التصريح هذا طلع رئيس مجلس الأمة وقال أن هذا ما راح يأثر على قانون الجنسية اللي راح يقدمه، اللي تشكيل أعتقد هيئة أو تشكيل هذا تنظر في تزوير الجنسية. هذا القانون شوفه مهم؟ أولاً يعني قضية اللجنة هذا كلام فاضي. لجنة وهي ليش كلام فاضي؟ هذا كلام فاضي. يعني هذه اللجان في ناس تبي تأخذك إلى السنوات السابقة اللي بداية إن إحنا أهل الديرة وإحنا اللي نقرر من الكويتي من غير الكويتي،
هذا الكلام انتهى يا عمي، انت وين والدنيا وين راحت؟ شلون انتهى دكتور؟ زين، ها انا اليوم اقرر اجيب لي مجموعه اقول ان هذا كويتي وهذا مو كويتي؟ اليوم في اعتبارات قانونيه، في معايير استثمار البشري، في القانون، وفي الاعتبارات اللي موجوده، ثبوتيات ومستندات. هذا اللي امشي عنه كدوله مدنيه معاصره. ما يحدد لي جماعه اقول انتم قيمون لي من الكويت ومن الكويت. شنو في تخوف اذا ما تصير بيد لجنه وبيد هيئه؟ حتى طبعا. شنو التخوف؟ طبعا راح نمشي على الاهواء، راح نمشي على التوجهات، راح نمشي على اجتهادات شخصيه. انتهى هذا الزمن. نعم، في زمن من الازمنه تو بدايه عهد الاستقلال، لما في بداية كان في ناس جسية. معروفين يعرفون، مثلا الناس تعرف بعضهم البعض، فيعني هذا كان حاله توثيقيه. انتهت هذه الحاله التوثيقيه. اليوم اذا في تجاوز للقانون حاسب، اذا في تزوير بدون وجه حق اخذ حقك كدوله. ما قلنا لا، ولكن تبي تردنا الى سنوات ما قبل النفط وتقول ان هذا انا عين من الكويتي ومن غير الكويتي؟ يا اخي هالزمان هذا انتهى. اذا انت عقليتك هذه ترى طاف عليها الزمن وراح. اليوم عندنا شيء اسمه قانون، عندنا ثبوتيات، عندنا معايير، عندنا موضوع استثمار دكتور بشري. إذن في المجلس هذا في ظل وجود يعني العشر تشهر، يعني اذا بعد حسبنا العطله البرلمانيه يمكن يكون في فتره اقل، تعتقد ان القانون اللي تكلم اللي قدم اعتقد من رئيس مجلس الامه اللي هو قانون البدون وحل قضيه البدون، وتم تقديم قانون اخر من جمعيه المحامين، تعتقد ان حل قضيه البدون سيتم بهذا المجلس ومن خلال اي قانون؟ قانون الرئيس ام قانون جمعيه المحامين؟ طبعا انا يعني اتوقع بان المجلس هذا يعني في الفتره هذه القصيره جدا يمكن لا يتمكن من وضع تصورات واولويات محدده. طبعا اتمنى بان القانون المقدم من رئيس مجلس الأمة ومن الجهاز المركزي لا يتم إقراره. ليش؟ أتمنى أن قانون جمعية المحامين هو اللي يعني هو الأساس، هو الأساس، هو اللي أكثر إنصافا، هو اللي أكثر عدالة، هو الأكثر التزاما بالقانون وبالمعطيات اللي تو قلناها. القانون الثاني يعني بروح اللجان اللي توا قلت عنها ان يشخصون من الكويتي من غير الكويتي. القانون الاخر على الاقل مبني على اسس قانونيه واسس علميه، ومبني على الوثائق اللي موجوده لدى اجهزه الدوله في تشخيص كل حاله وانصافها بشكل يعني يكون منطقي ومعقول. بس يقدر المجلس يعني يقر قانون على غير يتقدم فيه رئيس مجلس الامه؟ طبعا بالنهايه يعني حسب التقييم، طبعا التقييم الشعبي والتقييم اللي موجود داخل البرلمان. اوكي. قانون جمعيه المحامين هو الاكثر حظا. حظا؟ يعني نعم، هو الاكثر مقبولا شعبيا، وهو الاكثر يعني قبولا نيابيا، ولكن اللي يرجح الامر هو اصوات الحكومه في هذا الموضوع. فاذا تعتقد الحكومه راح تجامل الرئيس في المره ولا لا تتخذ يعني اذا موقف الحكومه الان يعني موقف مثل ما صار في قضيه لجنه تحقيق الجنسيه، فيعني اقول على قانون اللي قدمه الرئيس السلام. واقع في ظل تركيبه المجلس هذه ان قانون اللي قدمه الرئيس عليه السلام. نعم، اذا موقف الحكومه على الأقل محايد، ما أقول لك ضده، ولكن محايد أكيد ما راح يمشي. ما يمشي تشوفه لأنه سيء ولا ما يمشي لأنه سيء؟ طبعا. شنو السوء اللي فيه؟ طبعا سيء. ما عدل وضعك وتعال خذ جنسية، شو المشكلة؟ لا يعني أنا قلتها يمكن في مناسبة سابقة، ما كان هذا هو القانون المقترح. القانون المقترح كان هو شراء عشرات الآلاف من جنسيات دول أخرى وفرضها على البدون، ولكن هذا المقترح لقى صدى سيء لدى القيادة السياسية ولم يقبل فيه، فبالتالي رجع إلى المربع الأول. وفي المقابل جمعية المحامين مع بعض النشطاء أعدوا قانون، بعض يقول حتى القانون جمعية المحامين مبالغ فيه ما يخالف، فاضطر الجهاز المركزي بالتعاون مع رئيس مجلس الأمة وبعجلة من الأمر أن يطلعون قانون فقط حتى يلحق قانون جمعية المحامين. فبالتالي صرنا أمام
قانونين، طبعا القانونين لهم مؤيدين ومعارضين، ولكن انا اقول لك من الناحيه الشعبيه وحتى داخل البرلمان قانون المحامين اكثر قبولا من القانون الاخر. انزين الدكتور، لما احد النواب، ما بقول اسمه، لا وعدتك اليوم ما اذكر اسماء، في اللجنه التشريعيه صار في نوع من النقد لك، انت رديت عليه في مقال، كان نقدك قاسي. يعني احيانا يكون النقد، ليش يعني؟ يعني احيانا يكون النقد بناء على طبيعة التهمة أو طبيعة الرد، يعني إذا كان اوكي، يعني تهمة كبيرة يحتاج نقد يعني قوي. ليش في خصومة شخصية؟ لا والله أبدا، يعني ما للأمانة أبو حسين، يعني ما عندي عداء شخصي والحمد لله مع أي إنسان، زين. يعني خاصة من ناحية سياسية. يعني ممكن أكون يعني شوية حاد في بعض المواقف، ولكن يشهد الله ان درجة الحدية ودرجة النقد تتناسب بوجداني وضميري والله فوقي مع حجم الموقف السياسي، وليس اكثر ولا له علاقة بأي ناحية زين، شخصية. ليش دكتور حسن جوهر دائما كان يوصف بأن لما كنت نائب خاصة، حتى بعض مواقف يصير انتخاب، اشرب ماي؟ اي تفضل اشرب ماي خذ راحتك، ان انت متمرد دائما على الاجماع الشيعي، اي يعني شاط عنهم في بعض القضايا، ليش لماذا هذا التمرد؟ تمرد على الذات ولا تمرد على بعض المواقف لا اللي ما يعني تعجبك؟ اكو مواقف تستدعي ان تاخذ فيها راي، وهذا الراي اولا انا قلتها في اكثر من مناسبه، يمكن قلتها لك والله علي اذكر في سنه 2012 ما شاء الله. اذا تذكر، زين. وكانت على قناه الوطن اي. حسب ما اتذكر، وكانت بعز الانتخابات، وكان عز الضرب تحت الحزام علي، وقلتها في وقتها، قلت له اولا انا اراعي الله سبحانه وتعالى في مواقفي، واراعي ضميري، واراعي ما تطلبه من يعني مبادئي الوطنيه. انت في بلد يتكون من شرائح وفئات ومكونات يمكن بيناتها تفاوت كبير، ولكن اكو قواسم تجمعنا، وهذه القواسم كلنا نستفيد منها. فبالتالي اذا انا اخذت مثل هذا الموقف، وفي احد مثلا هذا الموقف كان يسبب له حرج او يسبب له يعني اي ناحيه سلبيه، هذه مو مشكلتي. وحتى قلت لك في وقتها يمكن ان شاء الله ما اكون غلطان والايام راح تبين مواقفي، واحمد الله سبحانه وتعالى ما اولا اني تحسفت على مواقفك السابقة؟ والله اني يعني اليوم كل يوم كل يوم يعني تزيد قناعتي بان مواقفي كانت يعني باجتهادي المتواضع قاعد يتحقق ما كنت أحذر منه. واليوم كثير من الناس اللي في ذلك الوقت كانوا مثلا ينتقدون أو يلومون، وأنا كنت أقول لك وقتها وكنت أقول للجميع، يمكن الآن العاطفة متغلبة على العقل، يمكن اليوم عندنا موجة طارئة وعالية، ولكن لما تخف هذه الموجة الناس تستشعر بحقيقة المواقف، بحقيقة المستقبل اللي كنا ممكن نواجهه مع بعض، تتغير هذه المواقف، وهذه الصورة بدأت دكتور، تتضح انت اليوم اليوم. انت لك علاقات جيده، يعني انت يوم من الايام كنت مع كتله العمل الشعبي، ولك اتصال ولك تواصل مع بقيه النواب الحاليين والسابقين، ما صارت عندك نوع من المبادره انك يعني تروح تنقل وجهات النظر المختلفه، تقلل حده الطرح الطائفي على الاقل، او البعض يعني كل واحد يراعي الطرف الاخر، حتى اليوم لو تشوف طلبات العفو كل واحد يقول قدم طلبك بروحك، بين في ازمه تعاون وازمه قد تمتد تكون اسباب طائفيه، ما في مبادرة من عندك يعني؟ والله أنا على مستوى الاتصالات الشخصية مع الناس اللي مثلا أحس فيهم أنه قد يكونون يعني مراعين للجميع، قد يكون عندهم يعني مصداقية نوعا ما بحسب قناعاتي أنا شخصيا، عندي تواصل وياهم ونتباحث في هذه الأمور يعني بشكل ما أقول لك مستمر، ولكن في مناسبات أحيانا تصير بالصدفة، أحيانا تصير يعني ك رغبة أوصل معلومات، أحيانا أحد يتصل فيني، والله أحاول أن أكون مثل في هذا محاولات. الجسر. نعم، وفي أكثر من مبادرة يعني صارت في السنوات الثلاث الأخيرة تحديدا، يعني ما أدري يعني شنو اللي كان يعيقها، أو أن أحيانا يصير في تراجع عنها، بالتأكيد يعني في ضغوطات هنا وهناك تحول دون ذلك، ولكن لا في مبادرات. وترى بنفس القسوة خل أقول لك،
يعني بنفس القسوة بالمواقف اللي أنا ما أشوفها مواقف يجب أن تتغلب فيها الطائفية على المشهد العام أو على المصلحة الوطنية، عندي نفس النقد بالنسبة لي حتى الإخوان السنة أحيانا والتيارات الدينية اللي أشوفها متشددة أكثر من اللازم، أيضا عندي نقد لها زين. في مناسبات معينة آخر أن آخر يجب أن تراعي هذه آخر سؤال يعني الاعتبارات. وبعجالة، آخر شيء، يعني من أيام لا كنت تقول الوطن كنت أنت عندك تحفظ على المشاركة في الانتخابات، اليوم اللي عارفه أنه نوعا ما صار عندك نوع من خلينا نقول التفكير أكثر في عملية المشاركة، فمن الحين أعلن أنت راح تشارك. يعني أنا بالنسبة لي قضية المشاركة في الانتخابات ما هو هم يعني شايل هم مو هم بس لا كبير، يعني لا. أنا يهمني المشهد السياسي أكثر. اوكي أنا يمكن بدل هذا الجواب اللي أقول لك، يعني أنا ما عندي رأي قاطع في الانتخابات أمانة يعني، اوكي وأكون صادق معاكم مع الجميع، بس ودي أنه هذه قلت لك يمكن بالبريك، ودي بعد يصير في مؤتمر اوكي للشباب، شنو مؤتمر الشباب يبون؟ شنو اي النظام السياسي اللي يتقبلونه؟ دعوة شنو لمؤتمر شبابي. طموحاتهم؟ وقاعد اتباحث يعني مع مجموعه لعل وعسى يعني يكون انزين هذا الانجاز، هذا بالنسبه لي والله اهم من اوكي الانتخابات. راح تنزل ان شاء الله، هذا خلينا نشوف الشباب اول. بس انت تقول انا عندي ايجابيه، انا عندي بوادر لا انه ممكن قلت لك انزل، والله ما عندي جواب حاليا في موضوع المشاركه في بس الانتخابات. في بوادر، مو مسكر الباب انا اقول لك. نشط سياسيا اتفاعل اي وكذا، بس لا ولكن انت مو كقرار مسكر، انت مو انتخابات مسكر الباب ما نهائيا. عندي يعني لا لا انت لا اليوم انت متخذ، انت اي زين قرار. في المقابل انت متخذ قرار بعدم المشاركه. لا لا بعدم اوكي المشاركة ولا بالمشاركة، اوكي ما عندي مشكور اي مشكور قرار دكتور لحد لحضور الآن. مشكور دكتور لحضورك معنا في هذه الحلقة، وكنت كان عندك دعوة لمؤتمر خارج الكويت كنسلت عشان تحضر معنا بارك وشرفني في الله هذا فيك. اللقاء، وإن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة، لكم من طيب المنى وإلى اللقاء.